السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة حلول كهربائية. اليوم إن شاء الله غادي نشوف واحد الموضوع مهم ومهم بزاف في الكهرباء، يعني وعلى هذا الموضوع هذا كيتبناو يعني جميع لي زانستالاسيون الكتريك اللي كاينين، سواء يعني في الباتيمون او لا في كذلك يعني في لي زوزين او لا في الشركات الى اخره. يعني جميع التركيبات الكهربائية كنبنيوهم على هذا الموضوع هذا اللي هو لي ريجيم دو نوتر. فشنو كنعنيو الاخوان بلو ريجيم دو نوتر؟ غادي نشوفو لا ديفينيسيون ديال لي ريجيم دو نوتر، وغادي نشوفو كذلك يعني الدور الحقيقي ديال هاد لي ريجيم دو نوتر، شنو هو الدور ديالهم. ثانيا غادي نشوفو لي تيب دي ريجيم دو نوتر اللي كاينين، الانواع ديال لي ريجيم دو نوتر اللي كاينين. ثالثا غادي نشوفو لو شوا دي ديفيرونت ريجيم دو نوتر، يعني الاختيار كيفاش نختارو في لانستالاسيون، في اي انستالاسيون كيفاش اننا نختارو لو ريجيم دو نوتر اللي غادي يخدم لينا، كيفاش نديرو لو شوا. واخيرا يعني غادي نشوفو لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال كل ريجيم، يعني الايجابيات والسلبيات ديال شاك ريجيم من هاد الانواع هادو. فبقاو معنا الاخوان. كنعرفو ان الطاقه الكهربائيه هي واحد الطاقه اللي مهمه ومهمه بزاف، يعني في العصر الحالي، يعني ما نقدروش اننا نعيشو بدون كهرباء يعني حاليا، يعني واحد الطاقه اللي كتدخل في جميع الامور ديال الحياه ديالنا، يعني في الماكل، في المشرب، يعني في الترونسبور، في الصناعه، في الاقتصاد، في يعني جميع لي دومين كتدخل فيهم هذه الطاقه الكهربائيه، يعني ضروريه، انديسبونسابل، ضروريه واساسيه. يعني ما نقدروش اننا نتخيلوا الحياه ديالنا بدون كهرباء يعني في الوقت الحالي. ولكن يعني المشكل ديال هذه الطاقه هذه هي واحد الطاقه اللي خطيره، وخطيره جدا، يعني واحد الطاقه اللي الا ما عرفناش نتعامل معها ولا ما تعاملناش معها يعني بطريقه صحيحه، فكتدي المجموعه من الاخطار ومجموعه من الاضرار، وكتدي يعني تقدر انها تقتل الانسان الا ما تعاملش معها كما قلت لكم بالطريقه الصحيحه اللي كيوصي بها يعني الناس المختصين في هذا الميدان هذا. والخطوره ديال هاد الطاقه هذه يعني كتكمن في واحد الحاجه اللي يعني كتختلف على الطاقات الاخرين في واحد الحاجه، اللي هي ان هذه الطاقه هذه اولا يعني ما كتشافش، يعني ما يمكنش اننا نشوفوا الكهرباء، يعني ما كتشافش. يعني هذه اول نقطه، علاش هذه الطاقه هذه خطيره؟ انها ما كتشافش. ثانيا انها ما كتسمعش، يعني ما عندهاش صوت، يعني الطاقه الكهربائيه اولا الكهرباء مثلا في واحد السلك يعني ما كتصدرش، ما كديرش الصوت، يعني ما يمكنش اننا نسمعوها. ثالثا يعني ما كنشموهاش، يعني ماشي شي حاجه اللي كتشم مثلا، يعني شي حاجه اللي غير محسوسه. هذا هو الخطر، فين تيكمن الخطر ديال هذه الطاقه هذه، يعني انها واحد الطاقه غير محسوسه، ماشي بحال مثلا بحال الطاقات الاخرين مثلا، يعني تيكون الخطر تيبان لك الخطر نتا بعينيك، وكما قلت لكم ممكن انك تسمعو يعني الى اخره. اما الطاقه الكهربائيه تيكون واحد السلك كهربائي تيكون يعني فيه واحد لاطونسيون او لا واحد الفولتاج كبير مثلا 220 فولت، ولكن دا ما كتسمعو ما كتشوفو ما حتى حاجه. يعني هذه هي الخطوره، هنا فين تتكمل الخطوره ديال هاد الطاقه هذه. هذاك الشيء علاش يعني المختصين في ميدان الكهرباء جابوا واحد لي ميثود باش يمكن انهم يحميونا من هاد الاخطار هادو، ومن هاد لي ميثود هادو تيرتبطوا يعني ارتباط وثيق بلي ريجيم دو نوتر. يعني هاد لي ريجيم دو نوتر هادو جاو باش يحميو الانسان اولا، ويحميو يعني كذلك الليبيا ولا الممتلكات ديال الانسان من الاخطار الكهربائيه المتعدده. ويعني الخطوره ديال الكهرباء بالنسبه للانسان، يعني يمكن لنا اننا نختصروها في جوج ديال الوضعيات. يعني كاين ما يسمى لي كونتاكت ديريكت، لي كونتاكت ديريكت، وكاينين كذلك لي كونتاكت
انديريكت. هنا فين كتكمل كما قلت لكم هاد الوضعيات بجوج، كتكمل الخطوره ديال الكهرباء بالنسبه للانسان، يعني لو كونتاكت ديريكت. اش يعني هو الاخوان لو كونتاكت ديريكت؟ يعني انه تكون عندي مثلا لو كابل الكتريكي ديالي فاز مع النوتر، يعني تيجي الانسان وتيدخل اون كونتاكت نيشان مع هذا لو كوندكتور هذا. يعني تيكون عندك ان كابل ان كوندكتور اكتيف سو تونسيون، يعني فيه الضوء، وتيجي الانسان كيدخل اون كونتاكت معاه، يعني تيقيسو بيديه مثلا ولا برجليه الى اخره. يعني تيكون واحد لو كونتاكت اللي هو ديريكت مع لا سورس ديال لا طونسيون الكتريك. يعني وكان كذلك ما يسمى بلو كونتاكت انديريكت، يعني تكون عندك مثلا واحد لا ماشين مثلا الى اخره، تتكون عندها لاليمونطاسيون ديالها مثلا فاز مع النوت، هذا غير مثال، ولا تروا فاز الى اخره، وتكون واحد ديفو دوماس يعني في هاد لا ماشين هذه. يعني تي بحال قلتي الفاز كيقيس لا ماس ميتاليك، قلنا لا ماس ميتاليك راه هي واحد لا ماس، يعني واحد الكاركاس يعني ميتاليك، يعني معدنيه كتكون موصله للطاقه الكهربائيه، شي حاجه كتكون موصله للطاقه الكهربائيه. وجا الانسان وقاس هاد لا ماس هادي، فهاد جوج الوضعيات هادو يعني كيشكلوا خطر بالنسبه للانسان. يعني يا اما كونتاكت ديريكت مقيس يعني لا سورس الكتريك يعني ديريكتومون، اولا تيكون بيني وبين لا سورس الكتريك تيكون واحد لا ماس ميتاليك ولا شي حاجه معدنيه اللي كدوز يعني موصله للطاقه الكهربائيه. هاد جوج الوضعيات هادو يعني هما اللي تيشكلوا خطر على الانسان يعني بالنسبه للطاقه الكهربائيه. وهاد لي ريجيم دو نوتر هادو جاو باش يحميو الانسان من سواء لي كونتاكت ديريكت وكذلك لي كونتاكت انديريكت، يعني جاو باش يحميو الانسان من هاد جوج ديال الوضعيات، ويحمي كما قلت لكم كذلك الممتلكات ديال الانسان من الاخطار المتعدده ديال الكهرباء. فكنعرفوا ان الاخطار ديال الكهرباء يعني اخطار كبيره جدا كثيره، يعني كاين كذلك مثلا لانسوندي او الحريق اللي ممكن انه يسببوا الكهرباء كاين الكور سيركوي، يعني وهذاك الحريق ممكن انه يحرق واحد الممتلكات ديال الانسان، يحرق واحد الشركه مثلا لا قدر الله الى اخره. يعني انه لي ريجيم دو نوت جاو باش يحميو الانسان من الاخطار المتعدده ديال الكهرباء، وهذه الحمايه من طبيعه الحال ما غاديش تتم الى ما احترمناش يعني المعايير وخدمنا كما كنقولوا في لي نورم. يعني ان لانستالاسيون ديالي الا ما خدماش ما احترمش اولا المعايير ديال لوريجين دو نوت اللي كاين، واحترمات لي نورم الجاري بها العمل يعني باش تنخدمو بالنسبه للكهرباء، ف يعني ممكن ان هذه الطاقه هذه تشكل لنا خطر كبير وكبير جدا. لي ريجيم دو نوت الاخوان هما واحد لي ميثود ولا واحد لي تكنيك اللي تيعطيونا لا سيتوياسيون ديال لو نوت بارابور ا لا تير، ولا سيتوياسيون ديال لي ماس ميتاليك بارابور على تير. يعني جوج ديال لي ليتر، جوج ديال الحروف يعني اون فرونسي، جوج ديال الحروف فرنسيه، يعني الحرف الاول كيعطينا لا سيتوياسيون ديال لو نوتر بطبيعه الحال ديال ترانسفورماتور يعني ديال لا سورس بارابور على تير، وكيعطينا كذلك لا سيتوياسيون ديال لي ماس ميتاليك بارابور على تير. يعني كاينين ثلاثه ديال الانواع ديال لي ريجيم دو نوتر. لو ريجيم دو نوتر الاول هو الريجيم تي تي، الريجيم الثاني هو الريجيم اي تي، والريجيم الثالث هو الريجيم تي ان. يعني كما قلت لكم الريجيم دو نوت كيتكونوا من جوج ديال الحروف، الحرف الاول كيعطيك لا سيتياسيون ديال لو نوت بارابور ا لا تير، والحرف الثاني كيعطيك لا سيتوياسيون ديال لي ماس ميتاليك بارابور ا لا تير. لا قلنا سيتوياسيون يعني العلاقه بين لو نود و لا تير، يعني واش كاينه علاقه نيشان ولا ما كايناش. وكذلك بالنسبه لي ماس ميتاليك، يعني واش كاينه واحد لا ليزون بين لي ماس ميتاليك مع لا تير ولا ما كايناش. هذا الشيء اللي كنعنيو بلا سيتوياسيون دو نود بارابور
الاتير، يعني كل حرف من هذه الحروف هذا عنده واحد المعنى. في لوريجين تي تي، الا شفتي ديما لوريجين تي تي، يعني الحرف الاول قلنا تعبر على لو نوتر، يعني الا لقيتي تي هنا يعني ان لو نوتر، لو نوتر ديالنا الي غولي على الطير، يعني لاصق مع لا تير، يعني كتكون واحد لا كندير واحد لا ليزون بين لو نوتر مع لا تير. من طبيعه الحال كما قلت لكم لو نوتر ديال لو بوست دو ترانسفورماسيون او لا لو نوتر ديال السورتي ديال لو ترانسفورماتور ديالنا. وكاينه لا ليتر الثانيه ولا الحرف الثاني، الا كانت فيه تي كيعني ان لي ماس ديالنا لي ماس ميتاليك حتى هما خاصهم يكونوا غوليي ا لا تير. يعني فين ما تشوف لوريجين تي تي، قال لك شي واحد مثلا راه عندنا حنا في الشركه ديالنا لوريجين تي تي، عرف ان البوست ديالهم لو نوتر ديال البوست ديالهم الي غولي ا لا تير، وكذلك لي ماس ميتاليك اللي كاينين في هذيك الشركه كاملين ايل سون غولي ا لا تير. يعني هذا هو لوريجين تي تي. وكاين النوع الثاني هو لوريجين اي تي، يعني الحرف الاول ديال لو نوتر هو الحرف اي. اشنو كيعني؟ كيعني ان لو نوتر ديالنا الي ايزولي. هنا منين جات هاد الاي هادي؟ جات من ايزولي او لا امبيدون او امبيدون ايزولي، يعني انه ما عندوش علاقه مع لاطير، ما كيلصقش في لاطير نهائيا. او لا امبيدون يعني كاينه بينو وبين لا ميزاراتير ولا لا بريزوتير كاين واحد لامبيدونس، واحد لا ريزيستونس، ولا واحد لا بوبين على حساب، يعني على حساب لابليكاسيون اللي عندنا. والحرف الثاني دائما بحال هنا تي وهنا تي، يعني ان لا ماس اي ماس ديالنا حتى هما اي سون غولييي ا لا تير. يعني نوت الامبيدون ماس رولي على تير. ففي النوع الثالث اشنو عندنا؟ عندنا هنا الحرف الاول هو تي، الحرف الاول فيه تي يعني بحال الاول، يعني ان لو نوت ديالنا اللي رولي على تير، نوت رولي على تير. وعندك هنا ان بلاص لي ماس ميتاليك، كتلقى ان لقيتي ان يعني انه لي ماس ديالنا في هذه الحاله هذه ماشي غولي ا لا تير، ايل سون غولي لاصقين مع او نوت. هنا منين جات هاد ان الخوت، هاد ان هادي جات من هنا، يعني ان لي ماس ميتاليك ديالي ايل سون غولي او نوت، كنلصقو لي ماس ميتاليك في هذه الحاله هذه مع لو نوت ماشي مع لا تير بحال هاد الجوج ديال الانواع هادو. دونك هادو هما ثلاثه الانواع برينسيبال اللي كاينين في لي ريجيم دو نوتر. لو ريجيم الاول هو لو ريجيم تي تي، لو ريجيم الثاني لو ريجيم اي تي، و لو ريجيم الثالث هو لو ريجيم تي ان. وهاد تي ان هذا فيه حتى هو ثلاثه ديال الانواع، يعني فيه تي ان اس سيباري، تي ان سي كونفوندي، وفيه تي ان اس تي ان سي. يعني مازال غادي نشوفو كل ريجيم دو نوتر يعني بوحدو، غادي نحاول ما امكن كما قلت لكم اننا نشرحوه يعني بالتفصيل على الممل باش كلشي يفهم. يعني في هذا الفيديو هذا غادي نختصروا على لو ريجيم تي تي، يعني غادي نهضروا على لو ريجيم تي تي، ومن طبيعه الحال من بعد غادي نبداو نهضروا على لي ريجيم الاخرين اي تي والتي ان. دونك دابا الاخوان غادي نشوفوا لو ريجيم دو نوتر تي تي، ولكن قبل غادي نشوفوا يعني غير واحد الملاحظه الاخوان، هو ان هاد لي ريجيم هادو لي ريجيم دو نوتر ولاو كيتسماو يعني لي اس ال تي، يعني هذا غير السميه، واحد السميه اخرى ديال لي ريجيم دو نوتر. يعني الا لقيتي في شي كتاب لي اس ال تي او لا لي او لا لي اس ال تي، فالمعنى ديالها نيت هما لي ريجيم دو نوتر. اس ال تي شنو كتعني؟ كتعني لي شيما شيما ال، كتعني دو ليزون ليزون، و تي كتعني واطير على طير.
على الطريق، لان هاد اس ال تي المعنى ديالها انهم لي شيما دو ليزون على الطير، واللي تعنيو نيت لي ريجيم دو نوتر. دونك قلنا ان لو ريجيم دو نوتر الاخوان تي تي، يعني تي كتعني ان لو نوتر ديالنا اللي هو لو نوتر ديال لو بوست دو ترانسفورماسيون اللي غولي على تير، و لا دوزيام لتر يعني تي الثانيه كتعني ان لي ماس ديالنا حتى هما خاصهم يكونوا غولي على تير. يعني وهذا لو ريجيم هذا هو اللي كيتستعمل يعني في لي باتيمون، يعني في المنازل، هو اللي معتمد من طرف يعني الشركات ديال التوزيع ديال الكهرباء، يعني هو اللي معتمد في المنازل ديالنا في العمارات الى اخر، يعني في المناطق السكنيه هذا لو ريجيم دو نوتر هذا هو اللي كيتعتمد. يعني قلنا ان لو نوتر ديالنا لو نوتر ديالاش هو ديال لو بوست دو ترانسفورماسيون. يعني كتلقى واحد الحي سكني مثلا كتلقى فيه واحد المركز التحويلي، هذاك المركز التحويلي فيه واحد لو ترانسفورماتور او واحد المحول، لو نوتر ديالو كيكون غولي ا لا تير. و يعني في المنازل ديالنا كذلك خصنا ضروري اننا لي ماس ميتاليك اللي عندنا في الدار، اي ماشين فيها واحد لا ماس ميتاليك خص تكون عندها لا ليزون على تير. يعني في كل دار خص تكون واحد لا بريز دو تير اللي كتشد هاد لي ماس كاملين اللي عندنا في الدار كتغوليهم على تير. يعني دابا غادي نشوفوا الشيما ديال هاد لو ريجيم هذا. دونك قلنا انه تكون عندي لو ترانسفورماتور، لو ترانسفورماتور ديالي او لا المحول الكهربائي ديالي تيخرجوا منه ثلاثه ديال لي فاز، فاز 1 فاز 2 فاز 3، وهنا هذا هو لو نوتر ديالي. يعني كتجي لي عندي لالومونطاسيون ديالي الدار. قلنا ان في لوريجين تي تي هاد لو نوتر هذا، هاد لو نوتر هذا خاصو يكون غولي على تير، يعني في البوست الكتريك او في المركز التحويلي كتلقاهم دايرين واحد لا ليزون ديال لو نوتر على تير. يعني هذا هو المعنى ديال هاد التي الاولى، يعني ان لو نوتر ديالي غولي على تير، يعني لو نوتر ديال لو بوست دو ترانسفورماسيون. حيت شحال من واحد، غير واحد الملاحظه، انه شحال من واحد كيخلط بين هاد القضيه هادي، تيقول لك انه يهز هو لو نوتر ديالو ويغوليه على تير. لا، لو نوتر اصلا راه هو غولي على تير في لو بوست الكتريك، يعني في المركز التحويلي، ماشي النوتر ديالي انا اللي خصني نديرو لا تير. لا، النوتر ديال لو بوست دو ترانسفورماسيون، يعني حيت كاينين شي تريسيانا، يعني تيقول لك هذيك تاع معلميت ديالهم، تيقول لك انه تيهز لو نوتر وكيديرو مع لا تير، وهاد القضيه هادي خاطئه. يعني شحال من واحد ما تيكونش عنده لا بريز دو تير في الدار ديالو، تيقول لك ندير نوتر في لا تير، وراه نفس المساله، ولكن يعني هاد المساله يعني خاطئه وخطيره، يعني ما خصهاش دار نهائيا. كما قلت لكم لو ريجيم دو نوتر المعتمد في الديور في الاحياء السكنيه هو لو ريجيم دو نوتر تي تي بوان الالين، يعني ما غاديش نخترع انا واحد لو ريجيم اخر. يعني الناس اللي حطوا البوست دو ترانسفورماسيون داروا لو نوتر على تير، يعني الو انا عندي في الدار خصني لي ماشين ديالي كاملين انني ندير واحد لا بريز دو تير ونروليي لي ماشين ديالي كاملين على تير. يعني هذا لو ريجيم هذا راه صافي تحط، كما قلت لكم ما غاديش نبدل فيه انا شي حاجه. يعني وكاينين يعني شي وحدين اخرين تيقول لك نديرو لو ريجيم تي ان، يعني لو ريجيم انا في الدار مثلا تيلقى مثلا تيقول لك انا ما عنديش لا بريز دو تير في الدار، و تيهز لو نوتر يعني لي تير ديالو تيرو ليه مع لو نوتر، تيقول لك راه درت لو ريجيم دو نوتر تي ان، انا بغيت ندير انا عندي في الدار انا حر ندير لو ريجيم دو نوتر تي ان، وهذا تا هو غلط. حيت كما قلت لكم راه كل ترانسفورماتور الاخوان ولا كل محول كنديروا ليه واحد لو ريجيم دو نوتر. يعني كما قلت لك انا في هاد لو بوست دو ترانسفورماسيون ديالي درنا النوتر على تير،
يعني الناس الاخرين اللي لاصقين في هذا ليمونطاسيون هذه دايرين لي ماس الاتير، ما يمكنش ليا انا نجي وندير انا لو ريجيم دو نوت هنا وندير تي ان، يعني نهز لو نوت ديالي ونديرو مع الاتير. يعني هذه القضيه حتى هي خاطئه، حيت ديك الساعه بحال عندك بزاف ديال لي ريجيم في نفس لو ترونسفورماتور، وهذه المساله خاطئه وخطيئه. يعني انه لو ريجيم دو نوت راه كيكون كيتختار من الاول، ملي تحط هذاك البوست ترانسفورماسيون، يعني الناس قالوا لك ان هذا الترانسفورماتور هذا غادي يخدم بلو ريجيم تي تي، يعني ان لو نود غولي على تير ديالو. ولي ماشين ديالي مثلا انا في الدار مثلا عندي واحد لا ماشين كنعطيها كيدخل عندي مثلا الفاز والنوتر عندي الدار، وكيكون عندي هنايا ضروري يكون عندي واحد ديجونكتور، واحد لو ديجونكتور كتسمى لو ديجونكتور ديفيرونسيال دي دي ار، ضروري في هاد لو ريجيم هذا ضروري خصني نستعمل ان ديجونكتور ديفيرونسيال. يعني هادي هي لاليمونطاسيون ديالي، وهذا هو لو ديجونكتور ديفيرونسيال ديالي اللي كيتسمى لو دي دي ار. يعني ضروري ان هاد لي ماشين ديالي كاملين حتى هما ندير لهم لا ميز على طير. يعني هذا هو لو ريجيم دو نوتر تي تي، يعني لو نوتر ديال البوست ترانسفورماسيون غولي على طير، ولي ماس ميتاليك اللي عندي انا في الدار مثلا عندي في الدار حتى هما كيكونوا غولي على طير. يعني كنصاوب واحد لا بريز دو تير عندي في الدار، يعني في الدار ديالي كنصاوب واحد لا بريز دو تير وكنهزها وكنبدا نفرقها على لي ماشين اللي عندي في الدار، بحال الثلاجه بحال لا ماشين الافي بحال هذاك الشوفو ديال الماء مثلا الى اخره. يعني اي حاجه ميتاليك خصها ضروري تكون عندها لا ليزون ا لا تير، وهكا يعني كنكون احترمت لو ريجيم دو نوتر تي تي. لو ريجيم دو نوتر تي تي يعني كيما قلت لك ما يمكنش انه يجي شي واحد اخر، مثلا شي واحد اخر هنا مثلا هاد الدار ديالي انا هنا، وتيجي هو مثلا تيهز حتى هو تي اليمونتي لو نوتر مثلا تيهز هاد لافاز هادي مثلا وتيدير دي جونكتور، و كتكون عندو لا ماشين ديالو وتيقول لك انا ما عنديش لا بير ما عنديش لا ميزا لا تي لا بريز دو تير، يعني نجيب النوتر شحال من واحد كيدير هاد القضية هادي، يعني كيجيب هاد النوتر هذا كيلصقو مع لا ماس مع لي ماس ميتاليك، وتيقول لك انا بغيت ندير لو ريجيم تي ان. يعني ها هو النوتر رولي على تير ولي ماس نديرهم رولي او نوتر، تيقول لك راه درت لو ريجيم دو نوتر. وهاد المساله كما قلت لكم خاطئه ما خصهاش دار نهائيا. الا ما عندكش اخويا لا بريز دو تير في الدار خصك ضروري ديرها، ماشي دير هاد العمليه، حيت الا درتي هاد العمليه هادي راه بحال كما قلت لك بحال درتي بزاف ديال لي ريجيم دو نوتر في نفس ترانسفورماتور، وهاد المساله هادي ما كايناش. يعني كل ترانسفورماتور تيدار ليه واحد لو ريجيم دو نوتر. يعني الناس اللي حطوا هذاك ترانسفورماتور في هذاك الحي السكني قال لك اسيدي ان هذا لو ترانسفورماتور هذا راه غادي يخدم بلو ريجيم دو نوتر تي تي. الا درت انت هذه العمليه هذه راه كيشكل عليك خطر، سواء انت او لا حتى على لي ماشين ديالك، شحال من واحد يقول لك راه تحرقوا لي لي ماشين الى اخره. فهذا الشيء بسبب يعني انه لو ريجيم ما احترمش لو ريجيم دو نوتر اللي كاين في هذيك لانستالاسيون فين شاد هو لاليمونطاسيون. يعني هاد العملية هادي ممنوع انك ديرها، ويقدر اننا نديرو الى بغيتو ندير واحد الفيديو، يعني نحاول ما امكن نشرحو الخطورة ديالها منين تجي وعلاش ما خصهاش دار. يعني كيما قلت لكم واحد هاد القضية هادي عقلو عليها، انه كل ترانسفورماتور راه كيدار ليه ان سول ريجيم دو نوتر. يعني هادي قاعدة خصنا نحترموها، يعني انه هنايا لي ماس ديالي انا في الدار كاملين خصني ندير لهم لا ميز على تير، يعني خصني نصاوب لا بريز دو تير، وهذيك لا بريز دو تير ديالي خصها تكون تحترم واحد المعايير، تحترم واحد ماشي شحال من واحد تيقول لك راه دارت لا بريز دو تير في الدار، تلقاه تيحفر لك حفره وتيحط فيها مثلا شي كابل ديال النحاس وتيقول لك راه صافي راه عندي لا ميز على تير. لا، هاد العمليه حتى هي خاطئه، ضروري خصك تجيب ان سبيسياليست واحد الاختصاصي اللي يدير لك لا بريز دو تير في الدار ويعبرها،
يعني ضروري تعبر هاد لا بريز دو تير هادي وخصك تلقى فيها لا نورم. اشنو كتقول؟ كتقول انك خصك تلقى واحد لا ريزيستونس اللي اقل يعني اصغر من او يساوي 100 اوم. يعني هذه غالبا ديال النود راه كتساوي تقريبا واحد 10 اوم، وهذه ديالك ما خصهاش تفوت 100 اوم. وهاد 100 اوم عندها علاقه مع لا سونسيبيليتي ديال لو ديجونكتور ديفيرونسييل ديالك. دونك هذه هي لو شيما، هذا هو لو شيما الى بغينا نقولو ديال لو ريجيم دو نودر تي تي. دابا غادي نحاول ما امكن اناليزيو شويه لو ديفو اللي يقدر انه يكون في هذا يعني في هذا لو ريجيم هذا. فاول حاجه خصنا نعرفوها يعني كما قلت لكم انه الا كان عندي ان ديفو هنايا مثلا الفاز، الفاز مثلا تيقيس لا ماس، عندي ان ديفو هنايا الفاز ديالي كيقيس لا ماس، يعني هاد لا ماس هادي حتى هي كتكون سو طونسيون، وهاد لا طونسيون بين هاد لا ماس هادي و لا تير كتسمى، اش كتسمى هاد لا طونسيون هادي؟ كتسمى لا طونسيون دو كونتاكت. يعني الا جا شي واحد مثلا، جا شي واحد وقاس هاد لا ماس هادي ولا هاد لا كاركاس، ف كتكون بينو وبين لا تير واحد لا طونسيون كتسمى لا طونسيون دو كونتاكت اللي كنرمزو ليها بيو سي. وهاد لا طونسيون دو كونتاكت الى قاسها الانسان يعني ما خصهاش تفوت هذيك لا طونسيون اللي كتسمى لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي. يعني دائما هادي عقلوا عليها ان يو سي لا طونسيون دو كونتاكت خصها ضروري تكون اصغر من او تساوي لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي. اش كنعنيو بلا طونسيون ليميت دو سيكوريتي الاخوان؟ هي واحد لا طونسيون اللي واخا نقيسها انا بيديا مثلا ما كتشكلش عليا خطر. وهاد لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي كتختلف على حساب اللوكال فاش 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 كاين. ف سميتو بالنسبه للوكال سيك، يعني شي بلاصه اللي ناشفه ما فيها لا 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 رطوبه لا والو، ما فيهاش لا ما لا والو، هاد لا طونسيون هادي ما خصهاش تفوت 50 فولت، كتساوي 50 فولت. يعني الا قست في واحد المكان اللي تيكون سيك يعني ناشف ما فيه لا رطوبه لا حتى حاجه، قص واحد الكابل ديال 50 فولت ما غاديش يوقع ليا والو. يعني هذه هي الطونسيون ليميت دو سيكوريتي، يعني واخا نقيسها ما غيوقع ليا والو، ولا فات 50 فولت يعني راه بدات كتشكل عليا خطر، واخا يكون هذيك البلاصه تكون سيك. بلاصه سيك بحال قلتي الصالون، بحال شي بلاصه اللي ما فيهاش الرطوبه نهائيا، ما فيهاش الماء نهائيا، هذه في لو ميليو سيك. الا بغينا نقولو في لو ميليو سيك يعني واحد البلاصه اللي ناشفه لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي كتساوي 50 فولت، ما خصهاش تفوت 50 فولت. و واحد لو ميليو هوميد يعني واحد المكان اللي فيه الرطوبه، يعني فيه الرطوبه، هاد لا طونسيون هادي كتساوي 25 فولت. بحالاش مثلا؟ بحال الكوزينه مثلا، فيها شويه الرطوبه فيها شويه الماء، يعني لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي ديالي هي 25 فولت. يعني الا قصت 25 فولت راه ما يوقع ليا والو، ولكن الا فات 25 فولت وقصتها وكنت في واحد البلاصه اللي هوميد يعني فيها شويه الرطوبه شويه الماء، فكتشكل عليا خطر. علاش كتشكل عليا خطر؟ حيت كما قلت لكم كنكون بيني وبين لاطير كتكون هاد لاطونسيون هادي 25 فولت، وإلا كانت هذيك البلاصة رطبة وفيها شوية الماء يعني أن غادي يدوز فيا واحد لو كورون، غادي يدوز فيك نتا واحد لو كورون وغيمشي لاطير، وهداك لو كورون إلا يعني ما حدو كيطلع وتيشكل عليك خطر. داكشي علاش في لو ميليو هوميد يعني لا ريزيستونس ديالك المقاومة ديالك نتا كتكون صغيرة، داكشي علاش كيدوز فيك واحد لو كورون، يعني من 25 الفوق كتشكل عليك خطر. وكاين واحد لو ميليو اللي كيسمى ميليو مويي، يعني اللي فيه ما بزاف يعني فازق بالماء، هذاك لو ميليو لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي راه كتساوي 12 فولت. يعني مثلا بحال مثلا في الحمام، في الحمام ولا في الطواليت الى اخره، لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي ما خصهاش تفوت 12 فولت. يعني الا قستي شي حاجه شي طونسيون ديال 12 فولت ما يوقع لك والو، ولكن الا فتي 12 فولت
يعني مثلا 25 فولت في الحمام راه ممكن تقتل لك 25 فولت الا لاحظتوا راه واحد الطونسيون اللي صغيره، ولكن واخا صغيره كتشكل عليك خطر، حيت شكون اللي تيلعب هنايا هو الكورون اللي كي يدوز في الانسان. ما حد لا طونسيون، ما حد البلاصه كتكون فاز كاع لا ريزيستونس ديالك كتكون ناقصه ولا طونسيون يعني، وتيدوز فيك واحد الكورون اللي يقدر انه يشكل عليك خطر. يعني انه دائما هاد لا طونسيون دو كونتاكت، طونسيون دو كونتاكت اللي كاينه بين الكاركاس وبين لا تير ما خصهاش تفوت لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي كما قلت لكم، على حساب لو ميليو فين كنا حنا. وهاد المساله هادي كتلعب دور في لو شوا ديال لو ديجونكتور ديفيرونسييل، يعني انه ديجونكتور ديفيرونسييل شحال من واحد كيجيب ديجونكتور ديفيرونسييل ما كي يعني ما كيحسبش لا سونسيبيليتي ديالو ما حتى حاجه، يعني كيمشي كيشريه وصافي كيحطو يعني. وكما قلت لكم كيدير لا ميزا لاتير يعني ما تيعبرها ما والو، يعني ضروري انك الا درتي لا بريز دو تير راه ضروري خصك دير العبار ديالها واش فعلا هذيك لا بريز دو تير داخله في لي نورم ولا لا. اذا كانت كبار كما قلت لكم من 100 لا ريزيستونس ديالها كبر من 100 اوم فضروري انك تعاود هذيك لا بريز دو تير راه ما صالحاش نهائيا. اذا كانت قل من 100 راه مزيانه، ولكن كما قلت لكم هذه كتدخل في لو شوا ديال لا سونسيبيليتي ديال دي جونكتور ديالي. فإذا بغينا نختاروا لا سونسيبيليتي ديال دي جونكتور يعني كنحسبوها بهذه الطريقه، كنهزو لا طونسيون ليميت دي سيكوريتي يو ال وكنقسموها على لا ريزيستونس ديال لا بريز دو تير ديالك. مثلا هنايا عندي نسميوها ار ا، هادي كتسمى يعني لا ريزيستونس ديال لا بريز دو تير ديالك راه كتسمى ار ا، يعني كتقسمها على ار ا وكتعطيك هذاك الشيء اللي عطاتك هو لا سونسيبيليتي ديال ديجونكتور ديفيرونسييل ديالك. يعني مثلا الا عندك شي بلاصه ناشفه كما قلت لكم كتهز هنايا كتهز 50 فولت 50 فولت وكتقسمها كما قلت لكم على مثلا هنايا على ار اي لان 100 في 100 في لا ريزيستونس دو تير كدير هنا 100 50 على 100 راه هي 0.5 امبير اللي هي 500 ميلي امبير. يعني الا بغيتي تشري ديجونكتور ديفيرونسييل لهذيك البلاصه ف كتمشي كتسول على ديجونكتور اللي لا سونسيبيليتي ديالو 500 ميلي امبير. هادشي في لو ميليو كما قلت لكم هوميد، في لو ميليو سيك عفوا في شي بلاصه اللي ناشفه. يعني بالنسبه للحمام مثلا اللي سميتو كتختار بالنسبه للحمام كدير هنايا 12 فولت 12 فولت يعني 12 فولت حتى هي كتقسمها على سميتو على 100 راه كتعطيك واحد الزيرو كتعطيك 0.012 امبير اللي هي 12 ميلي امبير. يعني كتمشي كتسول على الديجونكتور ديفيرونسييل ديال 10 ميلي امبير ولا 12، يعني اقل من او يساوي 12 ميلي امبير. يعني شحال واحد تيجي تيحط هذا ديال 500 في الراس ديال لانستالاسيون ديالو تيقول لك انه راه محمي من لي من الاخطار الكهربائيه، وهذا غلط كما قلت لكم. راه دائما خصنا نفرقوا بين لي ميليو، واحد لو ميليو لي سيك مثلا ماشي بحال الحمام مثلا ماشي بحال الى اخره. يعني انه كنختاروا لو ديجونكتور ديفيرونسييل ديالنا بهذه الطريقه هذه، انه كنهزوا لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي وكنقسموها على لا ريزيستونس، حيت حتى هي كما قلت لك ماشي غتكون عندك دائما 100، راه ممكن تكون قل من 100 هنايا تكون عندك قل من 100 راه غتكون مزيانه. يعني قد ما كانت يعني دائما هذه تكون تتساوي ولا قل من 100، يعني الا كانت عندك هذيك 20 اوم راه مزيانه مخيه. يعني دائما كما قلت لك كدير لا بريز دو تير ديالك كنحسب يعني كتعبر كدير لا ميزور ديال لا بريز دو تير واش هي هذيك ولا لا. دونك
كما قلت لكم الهدف هو ان هاد لا طونسيون دو كونتاكت ما تكونش اكبر من لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي، يعني دائما خصها تكون قل من لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي. دابا نشوفوا الى كان الى عندك ان ديفو كما قلت لك شنو غيوقع. عندك ان ديفو هنايا دونك لو كورون ديالك غادي يمشي، هنايا غادي يمشي ويدوز في لا ريزيستونس في لا بريز دو تيل ديالك، وغيمشي لو نود باش يكمل هاديك لا بوكل ديالو، يعني باش يكون ان سيركوي فيرمي، يعني كيجي لو كورون ديالك هنا وتيرجع للنوتر عبر يعني لا بريز دو تيل. والدور ديال لو ديجونكتور ديفيرونسيال ديالك ففي هاد الحاله هادي الا عبرتي لا طونسيون دو كونتاكت راه غتلقاها اكبر من كما قلت لكم، الا حسبتيها راه كتلقاها اكبر من لي طونسيون دو سيكوريتي، راه كتلقاها مثلا 110 ولا 200 ولا 150 الى اخره، يعني كتلقاها كبيره على هذيك لا طونسيون لي دو سيكوريتي اللي قلت لكم، يعني واحد لا طونسيون اللي خطر وخطيره جدا، يعني واخا عندك لي بريز دو تير ديال ولكن الا وقع ان ديفو راه كتكون هنايا معرض لواحد الخطر كبير، يعني هاد لا طونسيون هادي في تكون خطيره حيت تكون اكبر من لا طونسيون ليميت دو سيكوريتي. الوغ ضروري خصك لانستالاسيون ديال دي دي ار. دي دي ار شنو كيدير؟ هنا كما قلت لكم الى عندك ديفو دي دي ار دائما شنو كيدير؟ هو كيقارن بين لا طونسيون اللي كتدخل ولا طونسيون اللي كترجع، يعني لا سورتي مع لونطري، مع لا سورتي ديالو، يعني تيشوف دائما تيشوف هذيك هذاك الكورون اللي داخل لانستالاسيون والاخر اللي راجع. اذا كان بحال بحال يعني راه ما كاين حتى شي مشكل. اما في هذه الحاله هذه مثلا الا لاحظتوا فاش خدمتي مثلا هاد لا ماشين غادي يرجع واحد الكورون هنايا، ولكن واش هاد الكورون اللي داخل هو اللي خارج؟ لا. علاش؟ حيت هاد الكورون هذا ها هو جاي، واحد لابارتي مشات لاطير وواحد لابارتي رجعات، يعني دائما هذا اكبر من هذا. دونك اش غايدير دي دي ار؟ غادي يبان لي هاديك الشاشة تسمى ديفيرونسيال، يعني كاين الفرق بين هاد الكورون اللي خارج وهاد الكورون اللي داخل. الوغ اش غادي يدير هاد دي دي ار؟ غادي يقطع لاليمونطاسيون على هاد لا ماشين هادي، يعني غادي يقطع عليها لاليمونطاسيون، يعني اون فوا يكون فيها مشكل غادي يقطع لاليمونطاسيون، يعني دونك تيجي هاد الانسان هذا تيقيس هاد الكركاسة هذا كيلقاها اور طونسيون، يعني مكيلقاش لا طونسيون هنايا، يعني مكاين حتى شي مشكل، يعني اون فوا كتاليمونتي هاد لا ماشين هادي كيطيح ديجونكتور ديفيرونسيال. الا طاح ديجونكتور ديفيرونسيال ديالك عرف ان هاد لا ماشين هادي راه فيها ان ديفو ديزولمون، يعني خاصك تمشي تصاوبها. يعني دائما في لوريجيم دو نوتر الاخوان تي تي واحد الحاجه مهمه وضروري واساسيه هو لانستالاسيون ديال لو دي دي ار. الا ما درتيش دي دي ار في الراس ديال لانستالاسيون ديالك، يعني انه راه ما درتي حتى شي حاجه، يعني ما كايناش الحمايه نهائيا. الا ما درتيش دي جونكتور ديفيرونسيال درتي هنايا غير لي جونكتور عادي، واخا يكون ديفو دو ماس، ديفو دو ماس كما قلت لك لا طونسيون دو كونتاكت راه تكون كبيره، الا جيتي نتاقصتي هاد لا ماس غادي يضربك الضو، حيت كما قلت لكم ما عندكش دي جونكتور ديفيرونسيال. الوغ في هاد لوريجين دو نوتر واحد الحاجه مهمه، واحد القاعده اخرى شنو هي؟ هو ان لانستالاسيون ديالك خص يكون فيها لو دي جونكتور ديفيرونسيال، يعني القاعده الاولى كما قلت لكم هو لا بريز دو تير ديالك خصها تكون يعني مصوبه في لي نورم ديالها، خص يكون عندك لا تير ضروري واساسي والى اخره، وخصك دير لانستالاسيون ديال لي ديجونكتور ديفيرونسيال في الطابلو الكتريك ديالك. يعني هاد المساله بجوج، ديال الامور ما خصكش تهاون عليهم نهائيا، حيت كما قلت شحال واحد تيقول لك راه ما درتوش وخدمات وكل شيء نورمال الى اخره، ولكن راه غير واحد النهار مثلا تيوقع شي مشكل ممكن انه كما قلت لك انه يقتل الانسان، يعني واحد النهار واحد جوج ثواني يقدر يموت الانسان، يعني تقدر كما قلت لك هذيك لانستالاسيون ديالك تمشي 30 عام خدامه ما عندها مشكل، ولكن واحد النهار توقع مشكل تقدر انه يموت فيها الانسان. يعني هاد المسائل هادو ما خصكش تهاون عليهم نهائيا، يعني بغيتي دير لانستالاسيون الكتريك ديال الدار ديالك خصك ضروري توصي الالكتريسيان انه يدير هاد جوج ديال المسائل دي دي ار مع لا بريز دوتير، وكلشي يكون
لي نورم، يعني هذا هو لوريجيم دو نوتر الاخوان تي تي، يعني لو نوتر تيكون ريلي الاتير لي ماس ميتاليك ديال كامل اللي كاينين في الدار خصهم حتى هما يكونوا ريلي الاتير. وفي الراس ديال الانستالاسيون كتانستالي ان ديجونكتور ديفيرونسيال دي دي ار، و كما قلت لك كتشوف لو شوا ديال لا سونسيبيليتي ديال هاد ديجونكتور هذا على حسب لو ميليو اللي عندك انت في الدار ديالك، على حسب لي ميليو اللي عندك، شي بلاصه فيها الماء ماشي هي شي بلاصه لي ناشفه. يعني واخا دير هذاك البرانسيبال كديرو مثلا تيكون 500 ملي امبير، ولكن في لي ديبار مثلا اللي غادي للحمام واللي غادي لهذا حتى هو كدير فيه ان انتيريكتور ديفيرونسييل اللي كيدير هذه المساله هذه كونتر لي ديفو دو ماس. يعني هذا هو لو ريجيم دو نوت تي تي يعني باختصار. ويعني الى لاحظتوا انه من لي زافونتاج ديال هذا لو ريجيم دو نوت هذا هو انه تيقطع لالومونطاسيون في لو برومي لو بروميير ديفو، يعني غير اون فوا تيكون ديفو الديفو الاول تيقطع لاليمونطاسيون الانسان تيكون محمي، يعني تيوفر لينا واحد لا سيكوريتي كونتر لي كونتاكت انديريكت ديال الانسان. ويعني فيه واحد القضيه اخرى انه سهل، يعني ما فيهش بزاف ديال التعقيدات، يعني هذاك الشيء علاش تيدار في المناطق السكنيه اللي الناس ما عارفينش، يعني ما عندهمش درايه بالالكتريسيتي، هذاك الشيء علاش كيدار هذا الاداه، يعني ساهل كيتحط طابلو كيخدم نورمال، يعني ما فيهش ماشي بحال لي ريجيم الاخرين من بعد فيه واحد لونتروتيان فيه واحد القضيه فيه واحد يعني واحد الخدمه اخرى. يعني هذا اون فوا تحط راه تيخدم كما قلت لكم نورمال مزيان، يعني هذا هو من هذا من لي زافونتاج ديالو. هذاك الشيء علاش كيدار في المناطق السكنيه، ومن لي زانكونفيني من لي زافونتاج ديالو كذلك انه كيحمي لانستالاسيون ديالنا من لي سيغ تونسيون، انه كيحمي لانستالاسيون ديالنا من لي سور تونسيون. يعني تصور انه كانت مثلا شي جات مثلا شي صاعقه مثلا كهرباء فاش تكون الشتاء الى اخره، تكون جات شي صاعقه طلعت لا تونسيون ديال هاد لي فيل هادو مثلا، اش كيدير اش كيدير هاد لو ريجيم هذا كيدي شارجي، الى لاحظتوا كاين هاد لا ليزون على طير كيدي شارجي هذيك لا هذاك سور تونسيون كتمشي لا طير من هنا كدي شارجا من هنا. يعني وهاد يعني لي زيكيبمون اللي كاينين هنايا لي اليمونتيين تيتحول تيتحماو من هاد لا سيغ طونسيون، يعني ما تيكونش المشكل بالنسبه لي زيكيبمون، حيت هذيك لا سيغ طونسيون كتمشي نيشان في لاتير عبر هاد لا ليزون هادي. يعني هادي حتى هي من لي زافونتاج ديال هاد لو ريجيم دو نوتر. من السلبيات ديال هاد لو ريجيم دو نوتر هذا هو انه كيقطع لا ليمونطاسيون لو بروميي ديفو، هاد المساله هادي ما خداماش تاني في شي بلايص اللي ضروري اننا خصنا نخليو لا ليمونطاسيون، بحال مثلا هاد لو ريجيم هذا ما خداماش في مثلا في المستشفيات، حيت مثلا ما يمكنش انه انا في البرومي في الديفو الاول نقطع لا ليمونطاسيون على المستشفى. الا قطعتي لا ليمونطاسيون على المستشفى راه كاين الناس كيديروا عمليات، كاين يعني لي ماشين كيخدموا بالكهرباء الى اخره، يعني الا قطعتي الضوء على المستشفى راه يعني راه غادي يشكل خطر يعني على الناس اللي كاينين تما. دونك في لو برومي ديف يعني ما هاد لو ريجيم تي تي كما قلت لكم ما خصوش يدار في المستشفيات، وكما كذلك ما كيدارش في الشركات اللي عندهم لا برو اللي كيديروا لا يعني الصناعه كيصنعوا، حيت كما قلت لك في لو برومي ديفو كيقطع لاليمونطاسيون، يعني هذا حتى هو ما خدامش لينا في الشركات. ما يمكنش ليا انا مثلا في خدام تنصنع مثلا واحد البرودوي وقع ليا واحد الديفو الاول نقطع لاليمونطاسيون على لوزين كامل، يعني حتى هاد القضيه هادي ماشي صحيه. هذاك الشيء ما كيداش هاد لو ريجيم هذا في الشركات وما كيداش في المستشفيات، يعني كيدار غير في كما قلت لك في المناطق السكنيه اللي ما فيهاش يعني سميتو. واحد لانكونفينيون اخر واحد السلبيه اخرى هو انه ضروري خصك دير لانستالاسيون ديال لي دي دي ار في لي ديبار، ضروري دير لي ديفيرونسييل في لي ديبار، وكنعرفوا ان لي ديفيرونسييل خصوصا الا عندك واحد لانستالاسيون اللي كبيره بزاف وعندك يعني واحد لي زيكيبمون بزاف، يعني تيكون يعني غالي تيكون كوت يعني غالي عليك، ان هاد لي ديجونكتور ديفيرونسييل خصوصا هادوك لي سونسيبيليتي الصغار راه تيكونوا غاليين، يعني غادي يحتاج لك واحد البيجي اللي كبير وكبير بزاف. يعني حتى هادي من السلبيات ديال لو ريجيم تي تي. وكما قلت لكم لو شوا باش نختاروا هاد لو ريجيم هذا كنختاروه كما قلت لك على حساب الا كنت في شي بلاصه سكنيه عندي غير السكان، يعني ما محتاجش هذاك الاليمونطاسيون الالكتريك ما محتاجهاش، يعني ما تتكونش ضروريه 100% واخا تقطع ماشي مشكل، يعني كندير هاد
لو ريجيم هذا كما قلت لكم اللي هو واحد لو ريجيم لي سامبل، ويعني في سميتو في الخدمه ديالو. يعني هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا لو ريجيم اي تي يعني. وكما العاده الا عندكم شي سؤال ولا شي ملاحظه في الباب مفتوح في التعاليق دائما. وما تنساوش على الاخوان انكم تابونوا معنا في لاشين. يعني راه شحال من واحد كتلقى فيديو مثلا تفرجوا فيه 1000 واحد ولا 2000 واحد، وكتلقى خمسه الناس ولا هذا هما اللي داروا ابوني. فيعني حشومه وديروا جيم الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.